الله يحييكم، يا اهلا وسهلا، شكرا لكم، الله يحفظكم طول اعماركم. شكرا ساره، صباحك سعادة إن شاء الله. إيش هي مسابقة المفاريد؟ نعم، مسابقة المفاريد هذه هي مسابقة صغار الإبل، يعني يكون عمرها تقريبا من 7 شهور إلى سنة، سنة وشهر، سنة وشهرين، وهذه أول مرة تحدث في مهرجان الملك عبد العزيز، لأنه العام الماضي في النسخة السابقة أعلن المشرف العام على المهرجان الشيخ فهد بن فلاح بن الحسنين أنها ستكون حاضرة في هذه النسخة، وبدأت، ومثل ما رأيته بالعرض أمس كان عندنا فئة الوضح، واليوم الشقح والحمر، وبكرة الأخير حيكون الشعل والصفر. طيب خلينا نتكلم عن سباقات الهجن، كيف ستكون وإيش هي أبرز الاستعدادات لأن تكون ختام المهرجان أيضا؟ نعم، كما تعلمون سباقات الهجن هناك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل جائزة لسباقات الهجن، جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، ولذلك هي تدخل تحت نادي الإبل. أما سباقات الهجن الذي نراه في الميادين في المملكة كلها، وفي جائزة سيدي ولي العهد في الطائف، هذه يشرف عليها اتحاد الهجن، وهي داخلة تحت وزارة الرياضة كما تعلمون. في هذه في مهرجان الملك عبد العزيز كل سنة يعقد، يتم اللي هو السباق بحضور مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وبعض رؤساء، بعض الشيوخ الخليج رؤساء دول الخليج، وأيضا وفود من الدول الخارجية والدبلوماسيين وكبار الشخصيات وأصحاب السمو الملكي وكبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية. هذا السنة طبعا بحكم الأمر السامي بتقديم موعد المهرجان إلى نهاية ديسمبر، وهو كان المفترض أن يكون 14 يناير، تم يعني التنسيق بين اتحاد الهجن السعودي وبين نادي الإبل بأنه تكون الأشواط السباقات الهجن تكون في ميدان رماح، وميدان رماح تعرفون أنه مو بعيد عندنا 30 كيلو من موقع مهرجان الملك عبد العزيز. نعم طيب نعم. دكتور في شيء بس لفت نظري، يعني دائما وابدا هذا المهرجان يكون صداه بالنسبه لمحبي الابل وهم كثر ويصل للجميع، لكن هذه النسخه تحديدا خليني اقول ملاحظتك، اشعر انه للجميع، الكل صار عنده اهتمام بهذا المهرجان، منها طبعا حتى الاوساط الرياضيه شفنا مشاركات لاعبي كره قدم وغيرها، هذه الامور خطط لها فعلا انه هذا الارث العريق يجب انه يصل للجميع، يصل بطريقه ممتعه تستهويهم، ام الامر يتعلق بجوده المهرجان لذلك وصل للجميع؟ تسلم، شكرا على هذا السؤال طال عمرك. بالنسبة طبعا كما تعلمون موروث الإبل والاهتمام بالإبل هو قديم جدا، يعني وفي المملكة العربية السعودية، في الخليج، في دول العربية، حتى في العالم في اهتمامات بالإبل وسباقات هجن في أمريكا وفي فرنسا كما تعلمون، وفي استراليا، وعندهم سفاري، والناس يعني في مثلا لو رحنا لبعض المهرجانات في الهند عندهم مهرجان عالمي يحضر له ملايين من كل دول العالم في 4 أيام، وهو يعتبر أكبر مهرجان سابقا، يعد أكبر مهرجان، لكن الآن مهرجان الملك عبد العزيز هو الأكبر عالميا. الاهتمام إذا موجود من جميع أطياف المجتمع السعودي والخليجي والعربي والعالمي بالإبل. هذه النسخة حقيقة اتضحت هذه أكثر من قبل بحكم التواجد والحضور في المهرجان، وأيضا الاعتراف العالمي اللي تم قبل 5 أشهر. نعم دكتور. من منظمة اليونسكو بأن مهرجان تراث إنساني غير مادي. طبعا هناك خطط على عجالة دكتور، تفضل. نعم، هناك خطط حقيقية كبيرة من رئيس مجلس إدارة ومؤسس ورئيس مجلس المنظمة الدولية باستقطاب النجوم والنخب للدخول إلى عالم الإبل من الداخل ومن الخارج. جيد.